حلقة اليوم أنا أكثر من أنني نكون متحمسة فيها، واللي غادي تنقسم إلى شطرين. الأولى غادي نتكلموا فيها على واش يجوز الفرح والاحتفال بمولد الحبيب، والشطر الثاني غادي نتكلموا فيها على يوم ميلاده وشنو وقع للعالم. وأخيرا قبل ما نختم غادي نشارككم واحد الكتاب في السيرة ديال سيدنا محمد اللي فعلا كيف ما تنقولوا عسيلة وبسيط وفي قاع التفاصيل على حياته، وكان وعدكم بلي أنه ما يمكنش تخرجوا من هذه الحلقة وانتم فارغين من محبة هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. بدون مقدمات خليني نقول لكم قبل ما نبدا في حلقه الليله في هذه العطره بنفحات محمديه، بغيت نهنئ نفسي اولا ونهنئكم بذكرى مولد سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام واللي سيكرمنا به مولانا مره اخرى، واسال الله عز وجل ان يلهم العالم ديالنا العربي والاسلامي باش انه يحتفل بهذه الذكرى باحتفال يرضي الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. فاللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. ودابا خليني نقول لكم لنبدا. انا عارفه انه شحال من واحد غادي يقول لا ما كنحتفلوش بالمولد، وهذا جدل اللي تيوقع كل سنه للاسف من بعض الاخوه حول مشروعيه الاحتفال بهذه الذكرى. فهذا الجدل اللي كيتعاود كل عام من عند هاد الناس الذين يصرون على اننا ما خصناش نفرحوا بهذا اليوم او التي يقول لك غير مشروع الاحتفال به، تيقني لو تنزلت ايات قرانيه ولو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بعث من جديد وقال لهم راه مشروع سيصرون على انه غير مشروع. الابتهاج بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام والاحتفال به فهو جائز بشرط أن يكون هذا الاحتفال بعيد على المحرمات، مثلا يكون الاحتفال عبارة عن ذكر شمائل رسول الله أو للتعبير على محبته دون وجود محرمات في هذاك المجلس. والدليل على ذلك لأنه الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه احتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون لما عرف اليوم اللي نجى فيه الله عز وجل سيدنا موسى من فرعون واللي كان هو العاشر من شهر المحرم. سيدنا محمد احتفل به بأنه أمر الأصحاب ديالو باش أنه يصوموا هذاك النهار، وأمر هذوك اللي ما صاموش أنهم يمسكوا بقية نهارهم وما يأكلوش احتفالا بذلك. وقال لما علم بلي أنه اليهود كيحتفلوا به قال نحن أولى بموسى منهم. إذا جاز لنا أننا نحتفل بذكرى نجاة سيدنا موسى من فرعون اقتداء برسول الله، في نظركم أفلا يجوز لنا أننا نحتفل بذكرى ولادة من جعله الله رحمة للعالمين؟ هذا هو المنطق. أيضا جاء في صحيح البخاري وغيره لأنه النبي عليه الصلاة والسلام رؤية أنه يوم الاثنين صام وسئل عن صومه وقال لهم ذلك يوم ولدت فيه، يعني الحبيب احتفل بذكرى ولادته بهذه الطريقة اللي هي الصيام. وطبعا لما تنقولوا يجوز الابتهاج والاحتفال بذكرى ولادة خير خلق الله فكيفاش نعبروا على هذا الفرح؟ كنعبروا عليه يا سادة يا كرام بأي وسيلة كتقربنا من مولانا، كالاجتماع في مجالس الذكر أو الاستماع للسيرة النبوية. وفي نظركم مش أليس هذا بذكر؟ الاجتماع على مدح رسول الله والتكلم على الصفات ديالو أو الاجتماع على الدعاء وتخرجوا سلك من القرآن وأذكار جماعية، واش هذا ماشي قرب من الله ورسوله؟ فكين فينا هذاك النوع ديال الإخوة اللي غيقولوا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كاع ما دار هذا الشيء، زعما ما جمعش صحابو في واحد المجلس يوم ولادته كل عام أو لا في مسجد وأمر صحابو باش أنهم ينشدوا إلى آخره؟ غيقول لك ويلي هذا الشيء راه كاع ما كان، وأصلا هذا الشيء كيقولوا في أغلبية الأحيان. وها هو الجواب، غادي نقول لكم قاعدة أصولية وفقهية مجمع عليها واللي خديتها من عند الشيخ البوطي رحمه الله، وما أدراك ما الشيخ البوطي اللي خلى أكثر من 60 كتاب في علوم الشريعة وغيرها، واللي تيشوفني دابا بغيتو يحفظها كيف أنا حفظتها باش نولي نعرف نجاوب بها، حيت كيقول لك احفظوا النصوص لتجيبوا النصوص. سمعوا، فترك المصطفى صلى الله عليه وسلم لفعل من الأفعال ليس دليلا على حرمته. هذه قاعدة خصنا نحفظوها، إذا ما فهمتوهاش زعما مجرد ترك الحبيب لهذا الفعل لا ينهض دليلا على حرمة ذلك الفعل، وهذا بالاتفاق. مثلا باش نبسطوا اكثر، فسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام مثلا ماكلاش بالمعلقه، كان ياكل بيديه شريفتين وهذا كان ترك انه خلى الماكله بالمعلقه. واش نقولوا بلي انه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام خلى هذا الامر اذا لا يجوز لنا باش اننا نديروه؟ حاجه واحده اخرى، الحبيب بزاف ديال الاطعمه اللي ماكلاهمش وماكلاش على طبله مرتفعه وزيد وزيد وزيد، فهو ترك هذا الامر. اذا واش اليوم نقولوا بلي هذا الشيء حرام؟
لا، فالترك ليس دليل الحرمة. نزيدكم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما جاش على باله بلي أنه يعيط على أصحابه ويدير واحد الحلقة ويكلف واحد منهم باش يدعي والآخر يقول آمين والآخر يدعي والآخر يقول آمين. عمر الحبيب ما دار هاد القضية، يعني تركها. ولكن واحد النهار دخل للمسجد وشاف سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن ثابت وشخص آخر اللي الراوي قال عليه بلي أنه فلان ما ذكرش الاسم دياله، قال بلي أنه كانوا جالسين ودايرين هاد القضية اللي ما دارهاش الحبيب، دايرين حلقة واحد منهم تيدعي والبقية تيقولوا آمين، ومن بعد الآخر كيدعي والآخرين تيقولوا آمين، وهذا الشيء كان بصوت عالي. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما شاف هذا الشيء عجبوا الحال وجلس معاهم وأقر هذا الأمر، فما قالش لهم علاش درتوا هذا الشيء اللي ما درتش أنا بحياتي، أو لا خاصكم تعرفوا بلي أنه قبل ما تديروه بلي هذا الشيء أنا تركته إذا هو غير مشروع. ما كانش هذا الشيء، حيتاش هذا الامر اللي ما داروا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فهو داخل في جنس العباده والذكر. ولما تنقولوا جنس العباده، هاي هاي الكلام هنا يطول، راه عندها اوضاع واحوال واساليب كثيره وبزاف. اذا باختصار اي واحد جاي يسولك، ولكن لا، هاد الاشخاص هما ما تيسولوش، هما ينكرون، ويا ريت يسولوا، ينكرون اجتماع المسلمين على شمائل رسول الله واللي هو من ذكر الله، وذكر الله جنس، ومن تحت هذا الجنس اوضاع كثيره واشكال مختلفه ومتعدده كيف ما قلت لكم. بحال احتفال حبيب نجاة موسى بالصوم، فكاين اجتماع على ذكر الله، اجتماع على النصائح، وزيد وزيد وزيد، وهذا الشيء كله ما هو الا ابتهاج. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ومولانا فتح الباب في هذه المساله وتيقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، اذا فهو مشروع. والكلام في هذا الباب كبير وبحر، فهاد الناس اللي تمنعوكم بالكلام باش انكم ما تحتفلوش عفاكم ما تتبعوهمش. الائمه الكبار كيقولوا انه الاحتفال والابتهاج فيما يخص ما هو مشروع من ذكر وصوم الى ما اخره فهو جائز. الشيخ الشعراوي قالها، الشيخ البوطي رحمه الله، وائمه اخرين قالوها. فاللي كيسمعني دابا عافاك ما تشوش بهذا الكلام من فراغ. انا شخصيا درت مجهود ماشي باش نقنعك، ولكن باش نجيب لك هاد المعلومات مبسطين ومدرجين باش يدخلوا لدماغك وتقدر تفهمهم، وحتى الا قلتي في شي مجمع تعرف انك تجاوب. واخ خليونا من هذا الباب، شوفوا كاينه حاجه واحده اخرى اللي هي مهمه بغض النظر على هذا الكلام كله اللي قلنا. كاينه واحد الحاجه كتحرك في الكيان ديال المحب لرسول الله عليه الصلاه والسلام، فمن هيمنت محبه رسول الله على قلبه، زعما في قلبه كاينه واحد الخميره من المحبه ديال رسول الله. ولما توصل هذا اليوم نتاع الذكرى اللي فيها كان المولد ديالو، شنو تيوقع لهذا الشخص؟ بلا ما يحس كيتاثر، وكتكون عنده مشاعر ورقه، وكيولي يناجي الحبيب وباغي غير يسمع القصص عليه، متعطش انه يصلي عليه لعظمتي ومحبه الله له. وا 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 والكلام كثير، وهذا هو منطق الحب. فهاد المحب ما تيكونش عنده اختيار، بغى ولا كره، لا اراديا كيتهز الكيان ديالو هذاك النهار. وهذه طبيعه الانسان العاطفيه اللي هي معروفه وكتفرض راسها بزز منها. وقبل ما ندخل لكم في سيره الحبيب ونذكر بها، خليني نقول لكم باللي المحتفل بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما هو إلا فرحان بتنزلات الوحي وبدين الإسلام وبالرحمة الإلهية على العالمين، حيتاش هذه هي الليلة اللي تولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعندها فضل على سائر الليالي والأيام. فلولا ليلة الميلاد ما كان في الوجود بأسره أثرا من هذه المناسبات كلها المباركات. واش كتقدروا تفهموا هذا الأمر؟ راه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو النعمة، هو الآية العظمى لكل محتفل، وهذه النعمة الكبرى لكل مغتنم، فهو خير خلق الله كلهم. علاش حتى ما نفرحوش به والإيمان موقوف على محبته؟ علاش ما نفرحوش به والإسلام الدخول فيه موقوف على الشهادة به؟ على من تنزلت الآيات؟ على من نزل القرآن؟ لمن كان عيد الفطر؟ لمن كان يوم الأضحى؟ ولمن كانت عرفات؟ لمن كتفتح أبواب الجنة يوم القيامة؟ غادي نفرح ونشط به حيتاش محبته تسكن هنا. هذوك اللي كيلومونا على الفرح به في دار الدنيا، والله سبحانه وتعالى جعل القيامة كلها مشهدا للفرح به. واش كتستوعبوا هذا الامر؟ واش نسيتوا بلي انه القيامة كلها ما هي الا معراج وفرح منصوب بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجنة وكل ما فيها من زينة دارها مولانا لكل من اعترف ببعثته ورسالته وصدق بنبوته وعاش في كنفه وحضرته. القيامة كلها يا سادة يا كرام ما هي الا فرح دار مولانا باش يكرم اتباع سيدنا محمد. مولانا سبحانه زين الحبيب العرش وجعلوا ليه مسجد في باطن العرش باش يسجد فيه المولانا ويقول يا ربي امتي امتي، فيقال له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع
تيقول أنا لا أسألك فاطمة ابنتي ولا العباس عمي، ولكن أقول يا رب أمتي أمتي. فإذا كان في مشهد القيامة غادي يوقف منافحا مدافعا علينا بكل ما أوتي من محامد الحق للحق، علاش حتى ما نفرحوش به في هذا العالم؟ أين هو هذا المنطق يا من يبدعون اللي بغاو ويحرمون اللي بغاو؟ وباش نخسم لكم هذا الشطر الأول، رجل من الصالحين كان شاف الحبيب عليه الصلاة والسلام في رؤيا وهو يسوله: يا رسول الله، ماذا تقول في من يفرحون بمولدك؟ قال: من فرح بنا فرحنا به. وهذا ما هو إلا نوع من أنواع المحبة لما كتشاورش مع المحب. ليلة مولده فرحانين بنزول القرآن، ليلة مولده كانت فيوضات خير على هذه الأمة، ليلة مولده هي الليلة اللي تفرعت منها أصول وفروع وفواضل هذه الأمة، حتى ولت هذه الأمة لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمحبة رسول الله وعشقه لا تختصر في الكلام ولكن في الأفعال، كالصلاة عليه وحفظ سيرته وامتثال بمحبته والرحمة ديالو على جميع الخلق كيف ما كانوا، يا كافر يا مسلم يا يهودي كيف ما كان. هذا هو رسول الله، عافاكم، نربي أولادنا على محبة وعظمة هاد الشفيع الأمين. باش ما نطولش عليكم أكثر في هاد الباب غادي نسدوه، ودابا غادي ندخلوا ونذكركم باختصار شديد على من أضاء له الكون يوم ولادته. وعذرا يا رسول الله إذا اختصرت الكلام عنك. لنبدأ. يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في عام الفيل سنة 571 للميلاد، غادي يوقع في الأرض واحد الأمر اللي هو عظيم وجلال. هذا اليوم اللي ترجمت فيه الشياطين وتحرست فيه السماء، قيل بلي أنه طاحت فيه 24 شرفة من إيوان كسرى وتطفات فيه نار المجوس. تقول حسان بن ثابت: كنت صبيا في المدينة اللي كانت تسمى قديما بيثرب، تقول كنت كنلعب مع الصبيان، وفي هذا اليوم واحد اليهودي غادي يعيط على أطم الأطام: يا معشر يهود يا معشر يهود. تقول أمي تجمع عليه وسولوا شنو كين، قال لهم: ظهر اليوم نجم أحمد. هاد النهار غادي يوقع أمر غريب، غتكون أعظم ولادة في تاريخ البشرية، إنه ميلاد طه، ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا غادي يأذن الله باش ترحم البشرية. بمن؟ بالحبيب. أعظم ميلاد هو الميلاد ديالو، وأسهل ولادة كانت ولادته لما تولد الحبيب عليه الصلاة والسلام. فذاك اليوم كتقول الأم ديالو آمنة: لقد أضاء نور إلى السماء ورأيت في ذلك النور قصور الشام. وكأن دولته والأمة ديالو غادي تمتد إلى الشام، واللي شافتها سيدتنا آمنة في ذاك اليوم. لحظة عظيمة غادي تدوز منها البشرية وسعادة للكون، يوم ولادة أحمد. فالله أكبر، يوم ولد محمد، ولد محفوظا ومعصوما. هذاك اليوم السعيد سمع بالخبار ديالو جده عبد المطلب ومشات يجري باش يشوف هاد الطفل اللي تولد، هاد النور اللي خرج للبشرية. غادي يمشيو يعيطوا ليه لحقيتاش الأب ديالو أب نتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مات قبل ما يتولد. فعبد المطلب اللي هو جده غادي يشدو وغادي يشمو وغادي يقبلو وغادي يمشي تيجري بيه للبيت باش أنه يطوف بالطاهر المطهر المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، هذا الذي تصلي عليه الملائكة في السماء ومولانا كيصلي عليه عز وجل. فإذا بعبد المطلب هز الطفل وكيطوف به حول البيت، غادي يدخلو وهو فرحان وناشط والسعادة كتغمرو بهذا الطفل اللي يلا تولد. من بعد غادي يرجع به مرة أخرى يعطيه للأم ديالو آمنة اللي فرحت حتى هي فرح عظيم. عبد المطلب غادي يقول لها: سميته محمدة. وهنا غادي يبدا البحث على شكون يرضع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وكان في ديك الفتره شي عيالات من بني سعد جاو لمكه كيقلبوا شكون انهم يرضعوا، وفي هاد العيالات كانت واحد المراه سميتها حليمه السعديه وكانت راكبه فوق الحمار ديالها، وديك السنه كانت سنه نتاع القحط اللي عمر ما داز عليهم بحالها. هاد حليمه اللي كانت برفقه رجلها الحارث بن عبد العزة وولدهم اللي حتى هو يلاه تولد، كتقول: ما كانش الثدي ديالي ما يشبع طفلي، فكيفاش غادي نقلب على شكون غادي نرضع؟ من ولدي تيبكي الليل كله وما كناش كنقدروا اننا نعسو من شده البكاء ديالو من الجوع، فكيفاش غادي نقلب على من نرضع؟ كتقول حليمه السعديه: حتى وصلنا لمكه وكاع العيالات اللي كانوا معايا عرض عليهم رسول الله باش انهم يرضعوا، كلهم رفضوا. علاش؟ حيتاش لما عرفوا بلي انه هو يتيم تيقولوا: شنو غادي نديروا بهذا الطفل يتيم؟ ما عندوش اب، شنو غادي يقدر يدير جدو؟ وفاش غادي تنفعنا امه؟ كتقول: كلنا خليناه ومشينا تنقلبوا على من نرضعوا، كل وحده لقات اللي ترضع وداتو، بقيت غير انا ما لقيت حتى حد. وديك الوقت كانت حليمه هزيله وضعيفه، كتقول: وانا نقول الزوج ديالي والله اني اكره اني نرجع لعند صحابتي من غير طفل انني نرضعه،
والله حتى نرجع لعند هذاك اليتيم وناخذه. كتقول وقال زوجي الحارث افعلي فلعل الله ان يجعل فيه البركه. كتقول فاخذت محمد وانا ما باغاش ولكن ما لقيت غير هو، خديته لتحت بالعيالات وغير غادي نحطه في الحجر ديالي الا وبدا كيشرب من الثدي ديالي حتى شبع. كتقول من بعد غادي نرضع اخاه اللي هو ولدها اللي كان جائع وشرب حتى هو وشبع. فنام وولدي ما كانش تيقدر ينعس الايام. لما صبح الصباح قال الحارث ان النسمه التي اخذتيها فيها بركه، زعما هاد الطفل المبارك. وهي تقول ليه اني لا ارجو الله على ذلك، زعما على مولانا. كتقول حتى الشات اللي كانت معانا ما كانش فيها قطره من اللبن، ولات عامره حتى من الحمار اللي كنركبوا عليه ولا سريع، حتى ولاو تيقولوا لها العيالات صحابتها غير بشويه علينا فين هو داك الحمار اللي جيتي به من مكه. قالت لهم هو هذا. قالوا لها والله ان لهذا الحمار شانا، ولكن ما كانوش عارفين باللي انه القضيه لا في الحمار ولا في الشات ولا في اللبن، ولكن القضيه انه كان معاهم افضل ما خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. لاي بلاصه كيمشي ليها كيبارك مولانا. كتقول مشينا ايام حتى وصلنا لبلادنا. لما وصلنا من بعد ما كانت سنه فيها الجفاف والقحط وما بقى لينا باش نعيشوا، غير غادي يوصل محمد عليه الصلاه والسلام غادي تعمر الشات ديالنا باللبن. ولات شبعانه وكنا كنسرحوا بها كل نهار وكترجع ممتلئه وكنحلبوها وكنعاودوا نشربوا منها ونرضع ولادنا منها وما خاصنا والو. اما الجيران ديالي كانت شياههم جياعا وكيبداو يشوفوا فيا وتيقولوا لبعضهم سرحوا غنمكم مع غنم بنت ابي ذؤيب، زعما على حليمه. كتقول حليمه كيسرحوا غنمهم مع الغنم ديالي وكترجع غنمي شبعانه والاغنام ديالهم مجوعه، وهذا كله كان ببركة محمد. كتقول دازت علينا سنتين من الخير والبركة ما شفناش بحالها. من بعد ما تم فيطانه اضطريت باش انني نرجع للام ديالو واخا انا ما كنتش باغا. كتقول حليمه لما رجعت للام ديالو امنه ووصلت لها قلت لها خليه عندنا راني خايفه عليه من مرض مكه. سيدتنا امنه ما بغاتش، ولكن سيدتنا حليمه بقات كتلح عليها حتى قبلات. كتقول رجعته حيت بغيت البركه ديالو وحبيته. لما رجع لعندنا بدات يلعب مع اخوه، وفجاه غادي يجي واحد الرجلان لابسين ثيابا بيضا، فخاف اخو محمد من الرضاعه ومشات يجري لعند ام حليمه كيعيط عليها. فاذا بمحمد عليه الصلاه والسلام غادي يشدوا جوج رجال لابسين حوايج بيضين، ولكن ماشي رجال، كانوا ملكان. شدوه وسرحوا على الارض وشقوا الصدر ديالو وخرجوا قلبه وغسلوه بماء في وعاء، من بعد رجعوه لبلاصتو واذا بصدره غادي يرجع مره اخرى يتجمع. كتقول حليمه لما وصلنا ليه شفنا وجهه تبدل اللون ديالو، غادي نعنقه ورجعته للبيت واني عليه لخائفه. لما شافت سيدتنا حليمه شنو وقع لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من شق الصدر خافت عليه وخاف حتى رجلها، وقال لها شفتي شنو وقع ليه ويقدر يبان عليه شي امر غادي يضره، رجعيه للاهل ديالو. حليمه غادي تسرع بمحمد للام ديالو امينه، دخلت عليها وقالت لها امينه شنو جابك؟ قالت لها راه كبر ولدي واديت الواجب ديالي معاه وخفت عليه انه يتاذى وجبتو ليك، كيف انتيا بغيتي؟ قالت لها امينه كنت مرتبطه به وحريصه عليه. قالت لها حليمه اه، جاوبتها سيدتنا امينه كاينه شي حاجه واحده اخرى غير قولي ليا. ستصر عليها، وهي تبدا تعاود لها حليمه على حادثه شق الصدر اللي وقعت لسيدنا محمد. قالت لها امينه وهي ما خايفاش واش خفتي عليه من الشيطان؟ قالت لها نعم والله خفت عليه. جاوبها سيدتنا امينه بكل ثقه الشيطان ما عندوش ليه سبيل، ولدي هذا غادي يكون ليه شان عظيم. واش بغيتي نقول لك خبر واحد اخر؟ قالت لها حليمة مرضعة الحبيب أخبريني. قالت لها آمنة فاش حملت به خرج لي نور أضاء قصور بصرة بالشام، ولم أسمع أسهل بحمل من حملي به، وسيكون لهذا الغلام شأن عظيم. وهنا فين غادي يعيش الحبيب في الحضن ديال الأم ديالو كنفها ورعايتها حتى بلغ من العمر 6 سنين. هنا بغات تفرحوا ودات عند أخوال ديالو من بني عدي ابن نجار في المدينة، غادي تسافر به من مكة للمدينة، والعمر ديالو كانت أنذاك 6 سنين. كان غلام جميل وسعيد، غيمشيو عند خواله غادي يتعجبوا من هذا النور اللي تيخرج من هذاك الوجه الصغير. لما فرح هذا الطفل بخواله وحيا الرحيم معاهم، سيدتنا امنه اللي هي الام ديالو بغات انها ترجع لمكه. خرجوا من المدينه وفي الطريق في واحد المنطقه اللي سميتها الابواء غادي تعيا الام ديالو ومرضات، وفي هذيك اللحظه غادي يقبض الله روحها. الحبيب صغير ولكن كيعقل، تخيلوا ما شافش با حيت مات قبل ولادته، اما الام ديالو حتى هي فقدها وقدام عينيه وهو باقي طفل، شكون بقى ليه وشنو هاد المصيبه فاش تحط هاد الغلام؟ اكيد مولانا اللي غادي يرعاه وغادي يحفظه، ولكن الالم كان شديد اللي غادي يسيطر على قلب هذا الصغير. غادي تدفن الام ديالو في الابواء واخذ بالنبي لمكه فاقدا لوالديه، وهنا فين غادي تكفل به سيد مكه، شكون هو؟
جد عبد المطلب ابن هاشم والحبيب في عمره 6 سنين. كانت لعبد المطلب واحد العادة كل نهار، إذا بدأ الظل في الكعبة كانوا الأبناء ديالهم اللي هم الأعمام تاع سيدنا محمد تيفرشوا ليه واحد السجالة في الظل تاع ديك الكعبة، ولكن حتى حد ما كان تيتجرأ باش أنه يمشي يجلس عليها. حتى كيجي عبد المطلب، ولما تيجلس عاد كيجي ولاده من حوله احتراما له، إلا الحبيب كان تيجي قبل الأعمام ديالو وتيجلس على ديك السجادة قبل ما يجلس الجد ديالو، وكانوا عمامه تيحاولوا باش أنهم يمنعوه ويبعدوه، ولكن عبد المطلب ما كانش كيخلي اليوم وتيقول لهم خليوه، فإن لهذا الغلام شأن عظيم. وحتى ظهروا هكذا كان يحبه جده، ولكن ما غادي يبقى عنده الحبيب إلا 2 سنين، فلما دار 8 سنوات من جديد غادي يموت جد عبد المطلب. تخيلوا ما شافش با وتصدم بالأم ديالو وزاد عليه جده، ها هو غادي يتكفل به عمه أبو طالب اللي كان تولى كفالة ورعاية زمزم. فلما توفي عبد المطلب غادي تولى رعاية ابنه العباس. نزيدكم واحد المعلومة، بقاو آل العباس إلى يومنا هذا هما اللي تيشرفوا على زمزم والشؤون ديالها. المهم بقى الحبيب تحت رعاية عمه أبي طالب حتى كبر. كان أبو طالب تيبغيه من بين الأبناء ديالو وكيرعاه واحد الرعاية اللي هي كبيرة، لدرجة أنه كان تيعلمه ويدربه منين هو صغير على التجارة. ولما قرر أبو طالب باش أنه يمشي للتجارة للشام خدم معاه محمد عليه الصلاة والسلام، وكان في العمر ديالو 12 سنة آنذاك. مشات القافلة للشام ووصلت المنطقة سميتها بصرة في الشام نيت. لما وصلت كانت دير لواحد الراهب ما تيخرجش منها وتيبقى كيتعبت وسط منها، ولكن لما شاف هاد القابلة جاية بقى حاضيها وتيشوفها حتى وصل لعندها، وشاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاف ما بين كتفيه علامة وتأكد هذا الراهب. سمعوا، سول شكون الوصي على هذا الغلام، نحتو ليه في أبو طالب وهو يسولو شكون انت، قال ليه أنا باه، قال ليه الراهب لا ما كان لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. هو يقول لي راه ولد خويا، قال ليه الآن صدقت عندك الصح. قال لي وماذا تقول، قال ليه ما من حجر ولا شجر ما رمتم عليها في الطريق ديالكم إلا خروا سجدا وما كانوا يسجدون إلا لمرور نبي. الله الله، زائد على هذا شفت العلامات ديالو، قال ليهم هذا غادي يكون سيدا للعالمين، هذا سيكون رحمة للعالمين، لقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. غادي يكرمهم هذاك الراهب وغادي يضيفهم، وهذا الشيء عمره ما داروا مع حتى شي قافلة اللي دازت من قبلهم. من بعد ما كرمهم سول أبا طالب فين دين هذا الغلام، قال ليه إلى تلك المناطق نبيعوا ونشريوا تجارة. ويقول لي الراهب لا تفعل فإني لا آمن عليه، إن علم أحد بأمره سيكيدون له شرا. قال لي وماذا أصنع شنو ندير، قال لي إني ناصح لكم أنكم ترجعوا بهذا الغلام المكة وما تمشوش به لدوك البلايص. غادي يسمع أبو طالب نصيحة هذا الراهب اللي كانت سميته بحيرة، وغادي يرجع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام برفقة بعض الرجال اللي أمنوه ورجعوه لمكة آمنا سالما باش ما يتصابش بشي أذى. وهكذا بدأت علامات محمد عليه الصلاة والسلام كتبان للناس، وبدأت الأمور كتكشف لهم بشوية بشوية. صحيح أنه الحبيب عاش يتيما في البدايات ديالو، ولكن مولانا آواه ما كان عنده والو في فلوس وكان غير تيرعى الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم. لما كبر شوية بدأ يخدم في التجارة وقدر يحصل على شي بركة من المال وبدأ كيخدم بها حتى غنى مولانا حفظ الله في الصغار ديالو. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. والكلام يطول على السيرة النبوية لما كتساريش مليئة بالرحمات والمعجزات والكرامات. كنتمنى شي نهار ندير لكم سلسلة طويلة على الحياة ديالو بالتفاصيل، ما يمكنش ما تطيحوش فيها دمعة، ما يمكنش قلبكم ما يشتاقش وما يحبش هذا الحبيب. ونقول لكم آخر كلام قبل ما نسد هذا الفيديو، شي إذا ما كنتيش كتأثر بالكلام عن الحبيب وما كتحش بيك يوصلك لقلبك، نصيحة مني سير توضى بماء المحبة وعاود النظر في قلبك فهناك خلل في هذا. وأخيرا كنتمنى من الله أنه يرحمنا بالمرحوم فينا، أنه يرحمنا برسوله ويجعلنا ممن سيشفعون لنا يوم القيامة. دمتم في رعاية الله وحفظه. حلقة كانت رائعة ويريت أنني نزيد نعطيكم تفاصيل أكثر. نقول لكم تلقوا في مقاريب. سلام سلام.